صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هنتعلم Evaluation of Obesity. أي حد عنده Obesity هيجي لك العيادة أو المستشفى، هيبقى محتاج منك إنك تعمل له Evaluation للـ Obesity بتاعته عشان خاطر تقرر هل التريتمنت بتاعك ناجح أو مش ناجح، وكفاءة التريتمنت لو كان ناجح هل هو الكفاءة بتاعته مرضية أو غير مرضية. فعايزين نتعلم how physiotherapist can evaluate obesity. The first method for evaluation of obesity is body mass index BMI. زي ما احنا شايفين BMI equal BMI equal كيلوغرام بير متر سكوير، يعني وزن الشخص بالكيلوغرام على طول الشخص بالمتر. يعني لو طولي 170 سنتي يبقى أنا هحط هنا 1.7 وأضربها تاني في 1.7. لو وزني 90 كيلو يبقى هحط الإيكويشن دي 90 على 1.7 في 1.7 وأبدأ أحسب الـ BMI. الـ BMI as a method for evaluating obesity is quick, easy and useful way, but it's only applicable for adults who more than 18 years after growth has stopped. ما ينفعش أعملها للأطفال عشان خاطر الجروينج بتاعهم مازال موجود. انا عايز شخص يكون اكتر من 18 سنه عشان خاطر growth has stopped. لما ابدا احسب الايكويشن دي هيطلع لي رقم من 5 ارقام. according للرقم اللي هيطلع انا هبدا اشوفه هو فين في الكاتيجوري دي. الكاتيجوري الاولاني underweight، معناها البي ام اي less than 18.5. لو طلع اقل من 18.5 يبقى الشخص اللي قدامي ده اندر ويت، ده محتاج يتغذى. لو الرقم اللي قدامي طلع from 18.5 to less than 25 هيبقى الشخص اللي قدامي ده نورمال مش محتاج اي حاجه. لو طلع الرقم اللي قدامي from 25 to less than 30 يبقى الشخص اللي قدامي ده اوفر ويت، محتاج يخس حاجه بسيطه. لو الرقم اللي طلع عندي from 30 to 40 or to less than 40 يبقى الشخص اللي قدامي ده obese وعايز يخس. لو طلع more than 40 يبقى ده عنده very obese والشخص ده غالبا ما بيحتاجش علاج طبيعي قد ما هو ممكن يحتاج الى surgery. زي ما شفنا equation بنطبقها بطلع لنا رقم، الرقم ده بنقارنه بالخمسة categories دي. طيب الموضوع بسيط قوي، وبالرغم من انه بسيط ليه ليميتيشن. اول ليميتيشن زي ما قلنا انه ما ينفعش غير لأدلت اكتر من 18 سنه عشان خاطر يكون growth has been stopped. فليه مشاكل تانية؟ تعالوا نتكلم على مشكله واحد جالي انا شايفه انه وزنه كبير قوي، لكن لما قعدت معاه قال لي انه بيرفع اثقال. يبقى الوزن الزياده ده دهون ولا عضلات؟ اكيد هيبقى عضلات. وبالتالي لو انا عملت البي ام اي هتقول لي ان ده عضلات؟ لا، دي هتعمل لي اوفر استيميشن، يعني الشخص الماسكولر ممكن تطلعه لي في الكاتيجوري بتاع الاوفر ويت او الاوبيز بالرغم من ان الزياده عنده في الماسلز مش في الفات. وفي نفس الوقت راجل كبير في السن اقيس له بي ام اي نتيجه كبر السن بتقل الماسكولر تيشو عنده، العضلات بدأت تقل لأنه كبير في السن. هل ساعتها البي ام اي هتميز؟ لا، ده هتعمل لي اندر استيميشن لأن هيطلع لي الويت بتاعه يا إما اندر ويت يا إما نورمال بالرغم من إنه عنده فات كتير، بس اللي قل معاه هو العضلات. يعني مش هتقدر تميز بين العضلات القليلة في الإلدرلي والعضلات الكتيرة في الماسكولار بيرسونز، يعني هتعمل لي معاهم اوفر استيميشن واندر استيميشن، وده عيب من عيوب البي ام اي. العيب التاني ان البي ام اي بتربط دايما
بين الريسك اوف ديزيز اند بي ام اي. بيقول لي كده كل ما ارتفع البي ام اي ارتفع الريسك اوف ديزيز. هل ده مع كل الناس؟ لا، بنشوف ناس تخان كتير ما عندهمش اي ديزيز، وبنشوف ناس رفيعين كتير عندهم ديزيزز كتيره. يعني القاعده دي individualized، بتختلف من شخص للتاني، ويبقى ده الليميتيشن التاني. الليميتيشن التالت انها بتطلع لي الشخص الفيري ماسكولار اوفر ويت، دي لسه قايلينها، وتطلع لي الشخص الفيري شورت اوفر ويت، دي من ضمن الليميتيشنز. تطلع لي الاولد بيرسون بالرغم من ان اللي بتقل عندهم الماسلز مش زياده في الفات، انها بيبقى عندي اندر ويت او نورمال. يبقى مشكلته دايما مع الاولد ايج، مشكلته دايما مع الماسكولار، مشكلته دايما مع الميل، ومشكلته في الفيميل ما يقدرش يميز بين الجندر ديفرنسز. مشكلته هتبقى اكيد مع الشخص اللي عنده اديما ويطلعه لي اوفر ويت، بالرغم من ان الزياده عنده بتبقى في الفلويدز مش في الفات. زي ما قلنا في القاعده بتاعت البي ام اي، في ارتباط بين الريسك ديزيزز، الريسك فاكتورز اند انكريز ان بي ام اي، وده المفروض ان يبقى individualized. طب البي ام اي الزياده بتاعتها 3 كلاسز، يا اما اوفر ويت، يا اما اوبيز، يا اما فيري اوبيز. هل الديزيز بالشكل ده؟ لا، احنا بنشوف ممكن مع بعض الناس اللي عندهم مايلد اوبيستي انهم عندهم مالتيبل ريسك فاكتورز، ونشوف مع بعض الناس اللي عندهم سيفير اوبيستي فيور ريسك فاكتورز. يبقى القاعده دي individualized. ودول الـ6 limitation of BMI. يعني ايه كلمه limitation؟ يعني البي ام اي مش دقيقه مع الناس دي، وبالتالي بالرغم من ان البي ام اي السيمبل easy quick، إلى إنها not accurate مع بعض الحالات. وده بيخلينا نلجأ إلى evaluation تاني للـ obesity اسمه waist circumference. الـ waist circumference is also simplest way and it's the most common way for measuring abdominal obesity. أنا عايز أشوف الشخص الكرش بتاعه أو الأبدومين بتاعته أو بطنه فيها obesity ولا لأ، اعمل له waist circumference measurements. بقيسها منين لفين؟ باجي عند جناب العيان واحس اللوست ريب واعمل نقطه، وبعدين انزل في الجناب واحس التوب اوف هيب بون واحط نقطه، واقيس المسافه بين اللوست هيب اللوست ريب والتوب اوف هيب بون واشوف المسافه دي قد ايه. لنفرض مثلا هتطلع 10 سنتي، دي النقطة اللي في النص. أقيس من النقطة اللي في النص دي في اليمين، النقطة اللي في النص دي من الشمال، وفي النص تبقى الأمبليكس. يبقى أنا بقيس كده الويست سيركمفرنس. الميزة في الويست سيركمفرنس إنها بتديني ديستريبيوشن أوف فات، لأنها بتديني لوكاليزيشن أوف فات خاصة في الأبدومين. نرجع تاني ونشوف، أنا بحدد على الجنب الشمال بالنسبة للشخص أهو اللو ستريب فين، بعدين الهاي ستريب فين، في النقطة اللي في النص حددتها ناحية الشمال، وعندي اليمين اللو ستريب فين والهاي ستريب فين، وبعدين النقطة اللي في النص. النقطة اللي في النص دي في اليمين أقيسها من النقطة اللي في النص في الشمال مرورا بالأمبليكس في النص، يبقى أنا بعمل الويست سيركمفيرنس. كل ما وكل ده بإيه؟ كل ده بالتيب ميجرمنت. كل ما زاد الويست سيركمفيرنس العيان بيبقى متعرض اكتر للدايابيتس، متعرض للهارت ديزيز، متعرض ل ابنورماليتي في البلاد بريشر، متعرض ل كارديو فاسكولار ديزيز. يعني في ريليشن في الريسك فاكتور زي ما شايفين، دايابيتس، هارت ديزيز، هاي بلاد بريشر اند كارديو فاسكولار ديس اوردرز. الزياده دي قد ايه؟ اي حد الويست سيركمفيرنس لو كان راجل اكتر من 40 هو هاي ريسك، لو كان ست اكتر من 35 هو هاي ريسك، 35 انش و40 انش. طب لو اتكلمنا عليها بالسنتي يبقى 94 سنتي و80 سنتي. يبقى الميل الريكومندد ريشيو النورمال يكون اقل من 94 سنتي، الفيميل الريكومندد ريشيو يبقى اقل من 80 سنتي.